وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا في كل مكان لفقرة استوديو هذا الصباح، وحنواصل فيها حديثنا الأسبوعي عن اللغة العربية ومدى الثراء اللي موجود فيها والتفرد بالجماليات والمعاني مقارنة باللغات الأخرى. موضوع النهاردة تحديدا هيكون كمان خاص بالتورية، وهي جزء من علم البلاغة العربية. هنحاول نعرف ونفهم المصطلح ده بشكل مبسط، معناه ايه، اهميته ايه، وتاثيره ايه في اللغه. بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا ضيفنا في الاستوديو للحديث عن هذا الامر دكتور حسن سليمان، رئيس اذاعه القران الكريم الازبق. اهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير استاذ رامي. صباح الخير استاذه يارا. صباح الخير على حضرتك. اهلا بالساده المشاهدين جميعا، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا يا دكتور في البدايه بشكل مبسط، هنتكلم عن معنى التوريه، التوضيح. جميل. دعيني اولا بس يعني انا سعيد جدا بالمقدمه اللي قالها الاستاذ ربني، لانه بالفعل هي اللغه العربيه تنفرد بكثير من الجماليات التي لا توجد في لغات اخرى، منها الاشتقاق، منها الموضوع هذا الصباح، منها المشترك اللفظي، منها الترادف. مثل هذه الامور فعلا تعتبر من جماليات اللغه العربيه والتي تنفرد بها اللغه العربيه. عودة إلى سؤال حضرتك أستاذة يارا، فعلا التورية هي معناها الإخفاء. ده مصطلح يعني، ده في المعجم اللي هي من وراء. أما في الاصطلاح فهي تعتبر هي الكلمة التي آتي بها، وهي طبعا من علم البديع، كلمة تحمل معنيين، كل معنى منهم معنى قريب ومعنى بعيد. المتبادر للذهن حين القراءة من أول وهلة أن يعني الواضح هو المعنى القريب، ولكن المطلوب هو المعنى الأبعد. هل كل كلمة مستخدمة في هذا الاستخدام لها معنيان فقط؟ يعني هل هذا معيار من المعايير، لا يمكن أن تحمل أكثر من معنيين؟ لا، لابد أن يكون معنى قريب ومعنى بعيد. يعني أنا آسف لمقاطعة حضرتك، ما فيهاش مثلا فرق أو تشابه في فكرة الكناية؟ جميل السؤال ده برضه يا استاذ رامي. هي حقيقة فعلا قريبة الشبه بالكناية. طبعا يعني عشان السادة المشاهدين، هذا من علم البديع وهذا من علم يعني هو من البلاغة كاملة، لكن ده بديع وده بيان. ولكن بصرف النظر عن هذا الأمر، يمكن التورية كلمة تحمل في طياتها معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، خافي ومقصود. ليس بينهما رابط، ليس هناك رابط معنوي بين المعنى. لا، أنا عايز مثال يا دكتور. كم جميل. يعني حينما مثلا أقول سألتك فأجبتني نهرا، يبقى نهر من إيه؟ من المعلومات. لا، أنت قد صددتني. قد تفهم في للوهلة الأولى نهر يجري بالضبط. لكن هو القصة قصة أنك صددتني بالإجابة. يعني حتى إحنا طبقناها دلوقتي، لأن إحنا إيه، خدها بمعنيين، أنا فهمتها بطريقة في سرعة بديهة في الموضوع. بالضبط. لكن لما الكناية مثلا، لما أقول سمعته في المعركة القعقاع بن عمرو صوته في المعركة زئير الأسد، خلاص سمعت زئيرا في المعركة. الجامع بينهما الشجاعة، هنا تكون كناية، لأن الكلمتين أسد ورجل، والجامع بينهما في هذا المثال الشجاعة، هذه تكون كناية. أما الأولى فنهرا من النهر الجاري، من المعلومات الفياضة، ولكن في المعنى المقابل الذي ليس له رابط بمعنى النهر والغزارة والكثرة، الصد. فائدة استخدام التورية يا دكتور؟ فائدتها عظيمة جدا. أولا إخفاء أمر ما ممكن ينتج منه كارثة. واللبيب بالإشارة يفهمه. واللبيب بالإشارة يفهمه. ولكن هي القصة كمان ليس فيها لبيب، هي القصة قصة أنني أتيت للسائل بالمعنى المباشر. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطريق، فيسألونه وهم يتعقبونه، لأن قريش كانت في طريق الهجرة، يريدون من يدلهم عليه، فممن أنتم؟ فقال من ماء. فتعجب القوم، قالوا لعل قبيلة من قبائل اليمن الكثيرة تسمى قبيلة ماء. ولكن هذا ليس كذبا، وإنما نجاة بالأرواح،
بدل أن يقول أنه من قبيلة كذا فيعلم طريقه فيقتل، لا، هو قال من ماء وهو لم يكذب، فكلنا من ماء، خلق الإنسان يعني كل مخلوقات الله من الماء، فهو لم يكذب، وإنما لكم في المعاريض لمندوحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوعات اللي العرب استخدموا فيها التورية زي إيه مثلا؟ أولا كل أغراض الشعر استخدمت فيها التورية، ونستطيع أن نقول كل فن القول استخدم فيه التورية، حتى القرآن الكريم، حتى الحديث النبوي، الشعر بكل أغراضه المختلفة. وبالتالي فالتورية لا 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 مناص منها، لابد أن تدخل في طيات الكلام أيا كان هذا الكلام. لماذا؟ لأنه حتى على الأقل حتى لا يعني أصل إلى درجة الكذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في المعاريض لمندوحة، يعني هذه البلاغات المختلفة التي تستخدمونها فيها هذه التورية تغنيكم عن أن تكونوا تصفون بالكذب.